الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ورجيت سأل إن شاء الله تقوله يعني في الليل وراء صلاة العشاء، وتقوله في الصباح مباشرة لما تستيقظ. تقرأه 24 مرة، تقرأه 24 مرة، 24 مرة تقرأ، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل 24 مرة. ووراءه تقرأ الآية التي سترى في الشاشة 24 مرة، تقرأ 24 مرة وراء صلاة العشاء، وتكرر نفس الورد لما تستيقظ في الصباح 24 مرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، والآية 24 مرة. بهذا الورد يوميا يوميا يبدأ يدخلك الرزق والمال. سترى المال يدخلك إن شاء الله، تجد به العمل، يدخلك الرزق والمال إن شاء الله إذا طبقته يوميا. في نفس اليوم يدخلك المال إن شاء الله إذا طبقته بنية خالصة. تقرأ تقول حسبنا الله ونعم الوكيل 24 مرة، وتقرأ الآية 24 مرة في الصباح وفي الليل وراء صلاة العشاء، ترى الرزق يدخل عليك إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله